طب سؤال، ايه البيف الحلو؟ عندنا تندرلاين، سيرلاين، لحم نيوزيلندي، واجيو ميت. واجيو مين؟ واجيو ميت. الواجيو ميت يا فندم هو لحم بقر ياباني. لو حضرتك اخترتي الطبق ده هتكوني محظوظة جدا، لان البقرة اللي معانا النهاردة اسمها تاكي سوهرامي. تاكي تربت في ارض ومزارع يوكوهاما، كانت بتسمع لمقطوعات موسيقية لبيتهوفن، باخ، موزارت، وحالتها النفسية يا فندم كانت 9.5/10. ربنا يوفقها، بس انا مش حاسة. ما هي تاب كانت دايما بتطلب الطبق ده. هاخد سوهرامي مارو. اوكي، واجيو ميت. اوكي بحضرتك. انا مش عارف. انت ممكن قول لي انت؟ طيب اساعد حضرتك. عندنا سكامبي. ده عباره عن ايه السكامبي؟ السكامبي عباره عن جمبري باطراف كابوريا. يعني ايه جمبري باطراف كابوريا؟ جمبريايه اتجوزت كابوريايه. لا ماليش انا في العلاقات المشبوهه دي. لا احنا محتاجين نلم بقى شويه. جوسي الراجل بيشرح لنا اصل كتير جدا. معلش بيشرح لنا. طب يلا بسرعه. يا ريت هات لي سكالوب. سكالوب ما انا قلت ايه. تمام يا فندم. نعرف نتكلم انجليزي ولا حضرتك يا فندم؟ لا انا هاخد الطبق بتاعي. حضرتك سايب الطبق عندنا هنا؟ لا كلم لي مستر بهجت بقى عشان انا مش عارف. لا ما اصله صعب جدا. صعب جدا. اقسم بالله يا فندم مفيش مستر بهجت. انت جديد هنا اكيد. انا جديد حضرتك. ايوه جديد بس مفيش مستر بهجت. طب هاخد اويسترز. اويسترز تمام ولا في مشكله؟ تمام يا فندم طبعا. نحب نجرب بيف تارتار. تارتار كويس انك فكرتني. روح الحمام بسرعه. ما تجيبش غير اللي طلبناه بالظبط ويا ريت. انت كتير جدا جدا. ميرسي. اتفضل. ميرسي. مودي بقى فكرني يوم الجمعه نروح نغير فريم النضاره ده، لانه بس مش عايز شكلك جنب جيسي. فاهم قصدي؟ انت فاهم اكيد. ده في حاجه في عيني؟ في سماجة. سوري؟ مفيش حاجة. لا في حاجة أكيد. مش عادية. أنت ليه عامل شعرك كده؟ حاسه أحلى. بليز انا اللي اقول احلى ولا اوحش؟ معلش ممكن ترجع شعرك تاني؟ اوي. في حاجه؟ في رمش في عينك صح؟ صح. انا مش ممكن مش قادر.